السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي مشاهدي قناة الصحة والجمال في كل مكان، أهلا وسهلا بكم. النهاردة إحنا على موعد جديد، موعد مع بداية الحلم وأولى خطوات سلم المجد ونقطة الانطلاقة لإثبات الذات. برنامجكم صرخة ناشئ، إطلالة أسبوعية أكيد هتسعدنا لأنها معاكم. برنامجنا إن شاء الله هيحطوا إيده على الحقيقة ويكشف من خلاله بار الفساد في الرياضة المصرية. برنامجنا صرخة ناشئ هيكون صوت لكل موهوب وأب بينزف قلق وخوف لمسؤول الرياضة في مصر. هنقف في ظهر كل ناشئ ونقول له احنا وراك وبندعمك، ويوم ما ستجد للطريق نور. كل هذا في برنامجكم صرخة ناشئ، معايا ومعاكم بعد الفاصل نجم من نجوم الكرة المصرية، من نجوم الزمن الجميل، المكوك الأسمر، الكابتن ربيع ياسين. رحبوا معايا بعد الفاصل بنجم مصر كابتن ربيع ياسين. رجعنا لكم من جديد، معانا ومعاكم نجم مصر ونجم الكره المصريه والجيل الذهبي للكره المصريه. ما ينفعش يكون بنتكلم عن قطاع الناشئين وما يكونش معانا واحد من افضل المدربين، بل واحد من الناس اللي اكتشفت اكتر من لاعب في الكره المصريه، كابتن ربيع ياسين. اهلا وسهلا بيك كابتن ربيع ياسين. اهلا بحضرتك، اهلا وسهلا بيك. ازي حضرتك يا فندم؟ الحمد لله. تشريف لك لينا، ده على دماغنا مفاجاه كابتن ربيع. بالتوفيق موفقين. اهلا وسهلا بحضرتك، موفقين دايما كابتن ربيع ياسين. انا وانا بعلق وبنشاهد لحضرتك دلوقتي الاهداف الجميله، ده شدني صوت المعلق الرياضي الله يرحمه الكابتن ابراهيم الجويني. كان جيل ذهبي يا كابتن ربيع. النهارده احنا عايز اسال حضرتك بين قوسين كده، اين مواهب مصر؟ فين مواهب مصر؟ مواهب مصر، مصر مليانه بالمواهب. ما ينفعش 100 مليون اولا يبقى مقيد 250,000، لازم يبقى مقيد في الاتحاد مش اقل من 4 مليون، يعني ما يوازي العدد الكبير بتاعنا. المواهب موجوده واللعيبه موجوده وكل حاجه موجوده، بس الناس تتعب وتجتهد. احنا بعكس زمان، بعكس الستينات والسبعينات والثمانينات والتسعينات، الاحتراف طبعا والفوز الثلاث نقاط بقى وخلوا المدربين. انا عاوز على الجاهز، انا عاوز لعيب على الجاهز، انا عاوز راس حربه. ما ينفعش، ما فيش في مصر راس حربه صريح لحد دلوقتي موهوب بمهاره الناس اللي كانت موجوده في الثمانينات. فاللي اقصده الناس كلها عاوزه على الجاهز، مفيش حد عاوز يتعب. حتى قطاعات الناشئين فيها تقصير جامد جدا. قطاعات الناشئين لازم يبقى فيها شغل، شغل كتير جدا. المدربين لازم تتعب مع الاولاد ويعلموهم ويوجهوهم، خد بالك، وتعبوا كتير جدا معاهم. في برامج كتيره جدا لازم تكون موجوده مع الناشئين عشان تلاقي لعيبه وتلاقي خطط وتلاقي بدنيات وتلاقي مهارات وتلاقي حاجات كتيره جدا. لازم الشغل من الصغر وكتير جدا، وفي نفس الوقت تختار المدرب المناسب مع العمر المناسب مع المواليد المناسبه، ده مهم جدا. فمصر مليانه، لكن الناس طبعا دلوقتي كله عاوز على الجاهز خلاص. حضرتك خدتنا لحته ثانيه خالص يا كابتن ربيع. النهارده حضرتك بتتكلم لازم المدرب المناسب في قطاعات الناشئين في مصر. ثلاث ارباع المدربين مدربين مش معروفين. المدربين دي قادره على اكتشاف مواهب وقادره على ان هي تطلع لنا نجوم زي النجوم زي حضراتكم كده مثلا. المهم المدرب يبقى متعلم، يبقى دارس كويس جدا، لان الولد فيه مش 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 شايه عمر النهارده تجيب معاهم اي مدرب. لا، لو هو مدرب نجم معروف شخصيته قويه جدا، متعلم كويس، عنده سي في قوي جدا، لان كل مراحل وليها ليها ليها العمر المناسب بتاعها. 2006 غير 2007 غير 2008 غير 2001 غير 2002 غير 99. المواليد طبعا كل ولد وله مدربه اللي يقدر يتعامل مع العمر ده في التدريب وفي التعامل، لان المدرب لازم يكون كل حاجه لهذا الولد ويحببه في التمرين ويعلمه كويس جدا. فالتعليم، فتره التعليم من الصغر محتاجه مدرب ناضج، مدرب متعلم، مدرب عنده شخصيه كويسه، بيعرف يتعامل مع الاعمار كويس قوي، لان يعني العمر ده بيخلي بالك متعب جدا وفي نفس الوقت مش سهل، حتى تعليمه مش سهل. فحتى الجانب الفني بتاعه بيحتاج اضافات كتيره جدا وبيحتاج خبرات. فعلى مدار الموسم المدرب يعرف يتعامل مع الولد، لان في كتير جدا ولاد اللي بالك حياتك ما يروحوش التمرين عشان المدرب، يقول لك لا ده مدرب صعب جدا. صحيح. والعكس، في ولد يروح التمرين عشان المدرب كويس بيحبه ويجتهد معاه ويشتغل معاه وصديقه ويحل له مشاكله ومتواصل معاه. فالمفروض ان الراجل المناسب الاعمار الصغيره حضرتك في قطاعات الناشئين والبراعم يبقى ليها مدربين متخصصين بالاسم. طيب يا كابتن ربيع، المدربين المتخصصين دول، الادارات، اختيار الادارات للمدربين بيبقى ازاي؟ يعني انا النهارده بجيب مدرب بناء على ايه؟ ايه المواصفات اللي بتخلي الاداره تتعاقد مع مدير فني في قطاعات الناشئين في الاعمار المختلفه دي؟ هو احنا عندنا يعني بنجيب مثلا اللعيبه اللي بتعتذر على طول بنديله، لكن لا، ده بره في اوروبا الناس دي ليها شغلها وليها تخصصها وليها مدربيها وليها حتى يعني يقول لك اجامله اجيبه احط، لا 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 ما ينفعش. فاللي اقصده ان انت بتختار بناء على جانب تنسيقي وجانب فني وجانب اداري مهم جدا،
عاوز تنهض بقطاع الناشئين اهتم. ما بجيب رئيس قطاع الناشئين، رئيس قطاع الناشئين بيختار المدربين على اسس سليمه، على اسس مهاريه مطلوبه في المدرب، اسمه، شخصيته، سنه، تاريخه، علمه مهم جدا، خبراته، بحياتك سمعته. طيب حضرتك شايف الكلام ده فعلا بيتطبق؟ لا لا احنا ما عندناش، ما انا بقول لحضرتك احنا عندنا ما عندناش حتى الاختيارات للاجهزه الفنيه الاولى اللي هو الفريق الاول. بتلاقي اي حاجه فعلا، اقعد ثلاث ماتشين ثلاث اربعه وممكن ما ينجحش يمشي. لا اقصده، لا الاسس العلميه والدراسيه دي لازم تبقى موجوده بقوه في الاختيار. تمام. فاللي اقصده ان اي نادي لازم يختار على اسس، رئيس القطاع بيبتدي بقى ينظم اموره، يختار بما يرضي الله، بيعمل العدل، بيختار الفنيات، بيختار المصلحه، بيختار الشغل، بيختار الشخصيه المهذبه، بيختار الشخصيه اللي عندها هو ده الصح، هو ده من وجهه نظري انا. من هنا بتلاقي قطاع ناشئين قوي، بتلاقي نتائج، بتلاقي اداء، بتلاقي لعيب. هو الغرض من قطاع الناشئين، في انديه بتصرف من 10 ل 15 مليون في السنه وما فيش لعيبه تطلع فريق اول. صحيح. فينا عكس زمان حضرتك الاول، لا هو ده الصح، قطاع الناشئين عشان يفرغ للفريق الاول، قطاع الناشئين عشان يطلع لعيبه، قطاع الناشئين عشان يسوق، قطاع الناشئين عشان بطولات، قطاع الناشئين عشان حاجات كتيره جدا، هو ده قطاع الناشئين من وجهه نظر. فالاختيارات السليمه بتوصل قطاع الناشئين للشغل السليم اللي هو يقدر النهارده تلاقي كل موسم مش اقل من ثلاث واربع لعيبه مع الفريق الاول. احنا عندنا في مصر مواهب كتير زي ما حضرتك بتقول. طبعا. عندنا امكانيات جباره. ليه دايما عندنا في مصر في قطاعات الناشئين الاعمار الصغيره بنلاقي الكره الافريقيه اللي هي ما فيهاش نفس الامكانيات اللي في مصر متفوق علينا كابتن؟ لان الكره الافريقيه بتسمح لسن مبكر جدا في الاحتراف، ما بيلغوش، ما بيعقدوش الامور، ما بيطلبوش مبالغ كتير. فتلاقي بقى مثلا المنتخب مثلا المالي جه مصر، لاعب مصري في الناشئين بيتفوق. ليه؟ لان في 8 10 محترفين بره. باحتراف بره يعني ايه؟ يعني بياكل كويس، بينام كويس، بيتمرن كويس، عايش كويس، بيجي كده يدغدغك، معلش ما احترمش. هي دي، هو ده الناشئ. الناشئ عندنا احنا طرق التربيه حتى في التغذيه مش مظبوطه عندنا في مصر. يعني كورس التغذيه ده لازم المدرب حتى على الاقل يكون عنده علم بيه عشان يوجه الولد بيه. طبعا. الولد خلي بالك ممكن ياكل اي حاجه يروح بيها التمرين، تبعده عن الشغل الفني وتخليه يفقد توازنه وما يبقاش مستجيب للمدرب في شغله. ومن في تمرينه في تمرينه في تمرينه تلاقي الولد خرج، هو اساسا كويس موهوب، لكن بص عشان تغذيته مش سليم. تغذيه سليمه مهمه جدا، النوم سليم، التدريب سليم، ده قطاع الناشئين. فبره في اوروبا في افريقيا كلهم عايشين بره. ويروح جايبه على الماتش، بيجي هنا بقى يتعبك وياخد بالك ويقدم كوره جميله. ده الاحتراف، الاحتراف لازم بيفرق في افريقيا. فاللي اقصده ان المدرب لازم الولد حتى التغذيه في البيت، حتى التغذيه في المدارس، حتى التغذيه في الشارع، كل ده ينظم اموره، لان قبل ما ينزل الملعب لازم يكون تغذيته سليم عشان يأدي لك كويس. فده اللي اقصده. ففي اوروبا في افريقيا بيعيشوا في اوروبا ويتعلموا ويجونا يبقوا زي الوحوش. طب احنا ليه يا كابتن ما نبقاش عندنا الاسس دي والتربيه والنظام ده من بدري؟ يعني حضرتك النهارده المسؤول الاول عن منتخب الناشئين تحت 17 سنه. حضرتك شايف ان احنا بنبتدي من يعني المفروض ان احنا نعمل ايه عشان نبتدي الصح؟ يعني حضرتك قلت الروجيتا للعلاج الكلام ده، مين المفروض اللي يطبق الكلام ده؟ ما هو الانديه طبعا مهمه جدا. الانديه كل نادي لازم يختار، يعني على الاقل ما فيش نادي في مصر جاب دكتور تغذيه عشان يحط تغذيه للقطاع. يعني دي بص مهمه جدا، دي مصيبه سوداء جدا. وبعدين تجيب مثلا الراجل بقى المتخصص، التخصصات بقى كلها خد بالك، كل فعلان الولد الاعمار كلها في اعمار بتحتاج جوانب كامله بدنيه ومهاريه وخططيه زي الفتره دي. وفي ولاد في اعمارهم جانب تطور جانب المهاري مع الجانب الخطط في وظائف وفي حاجات. كره القدم النهارده بقت صناعه، كره القدم بقت وظيفه النهارده في ظل الاحتراف اللي بالملايين ده. احنا مش شايفين وظيفه، عارف لو نشتغل الوظيفه، الوظيفه يعني الموظف عندنا مثلا بيروح من 8 ونص ل 4 عشان الموظف هو لازم يلعب الكوره، يروح يقعد طول اليوم في النادي عشان ينام ويركز ويتغذى كويس ويتمرن كويس ويحضر محاضرات وحاجات كتيره جدا. فاللي اقصده ان الانديه لازم تمشي بطرق علميه سليمه في الاختيارات، خد بالك، في التمرينات، في الملاعب، توفير الملاعب، في توفير الامكانيات، في توفير الملابس، في توفير حاجات كتيره جدا. فالجانب التنسيقي والجانب الاداري في تحضير الناشئ مع الشغل الفني، الملعب مع اختيار مدرب مع تنظيمه ومع الاسلوب بقى الامثل في ان انا انظم له دروسه مع مدرسه مع بيته مع خروجه مع تمريناته مع حاجات كتيره جدا في حياه الولد من صغره لازم تبقى موجوده. لازم الولد يتفرج على نفسه، يشوف اخطائه، يشوف سلبياته، كابتن يشوف ايجابياته. ايه رايك حضرتك ناخد معانا موسوعه من موسوعات الرياضه المصريه والكره المصريه في مصر؟ معانا مداخله هاتفيه على الهاتف الكابتن سمير كمونه. اتفضل. اهلا بك.
اهلا بيك يا كابتن سمير كمونه. اهلا وسهلا بيك، ازاي حضرتك يا فندم؟ الله يخليك، ربنا يخلي حضرتك يا فندم. معايا ومع حضرتك النهارده ومع الساده المشاهدين الكابتن ربيع ياسين. طبعا كابتن سمير كمونه، نجم مصر، يا نجم سمره، مصر ونجم النادي الاهلي و... يا سمره، ومدرب قدير وياما طلع اجيال، وكمان اللي هو يعني متبني الناشئين اللي في مصر وفي النادي الاهلي ومنتخبات. احنا عايزينه بقى يعني يتنقل بقى للنقله دي تاني، ان هو صراحه عمل طفره جامده جدا الفتره اللي فاتت الحقيقه، في جيل 93 وجيل 2001. اتمنى له كل التوفيق. كابتن ربيع من اعز الناس لقلبي وشخصيه محترمه جدا، وانا يعني من اصدقائه المقربين جدا يعني. ده طيب اخويا يا سمره وحبيبي طبعا. كابتن سمير، كنت حابب اسال حضرتك وانت معانا على الهواء، حضرتك كان ليك تجربه في قطاع الناشئين في النادي الاهلي، تقدر تقول لنا حضرتك قطاع الناشئين في الاهلي الفتره اللي حضرتك كنت فيها ايه اللي ممكن نقدمه من خلال التجربه اللي انت حضرتك كنت مع النادي الاهلي فيها، ايه اللي ممكن يعني نستفاد بيه في الكره المصريه في المرحله اللي جايه ان شاء الله؟ اتكلم عن المرحله اللي انا كنت ماسك فيها فرقه 93 في النادي الاهلي. طبعا كان معانا مجموعه كويسه جدا، وكان في ربط ما بيننا وما بين الكابتن ربيع في المنتخب يعني حاجه، وشغل كان هايل جدا اختياره لعيبه المنتخب سواء في النادي الاهلي او غيره. انما الجيل ده الحقيقه اللي انا اشتغلت معاه، طبعا كان في رامي ربيعه وزيجيه واحمد حسن كوكا واحمد فوزي الحارس، بقيت طبعا زمايلهم اللي كانوا موجودين، انما كانت مجموعه مميزه جدا. النادي الاهلي طبعا تملي بيطلع نجوم، وعايز اقول لك على مستوى الناشئين، بص لكل الانديه اللي في الدوري الممتاز دلوقتي كابتن ربيع، هتلاقي لازم اثنين ثلاثه من النادي الاهلي، ده حقيقي، واخد بالك؟ فدي ميزه النادي الاهلي يفرغ للانديه الثانيه، وبالاضافه بيطلع للدرجه الاولى، وبيبقى كل سنه بياخد اثنين ثلاثه مميزين بالاضافه للفريق الاول. انما الفتره اللي انا اشتغلت فيها الحمد لله كانت فتره كويسه، وخدت فيها الدوري، وانا كان شرف ليا طبعا ان انا كنت في ربط ما بيني وما بين الكابتن ربيع، ان هو عمل جيل 93 في المنتخب وخد بطوله افريقيا، والحقيقه يمكن قدر يرد على الناس كلها الفتره اللي هو كان ماسك فيها، وقدر ان هو يعمل حاجات كويسه جدا. لكن قطاع الناشئين في النادي الاهلي بخير، وتملي بيطلع لعيبه بيبقى عندها ابداع وبيبقى عندها موهبه حقيقيه يعني. ما ينفعش يبقى معايا نجمين بحجم الكابتن ربيع ياسين والكابتن سمير كمونه وما نسمعش من الكابتن سمير كمونه سؤال للكابتن ربيع ياسين، تحب تساله تقول له ايه؟ والكابتن ربيع يحب يسال الكابتن سمير كمونه يقول له يا كابتن. سمير اخويا العزيز طبعا، وكابتن كبير ونجم كبير جدا، وكان لاعب كبير في النادي الاهلي ومنتخب مصر، ومدرب قدير جدا جدا، ومكانته المفروض تبقى موجوده بقوه يعني، ده مدرب قدير وناجح وربنا يوفقه واتمنى له التوفيق. بالتوفيق يا سمره في الدوري الممتاز بيه، وانا عارف ان الدوري صعب، بس انت اداء باذن الله وقادر ان انت تصعد بالمنيا السنه دي، واتمنى لك كل التوفيق يا حبيبي ان شاء الله تعالى. حبيبك يا كابتن ربيع، انا بشكرك جدا يا كابتن ربيع، ان شاء الله كده الجاي افضل والاحسن باذن الله. ان شاء الله. بس عايز اسالك انا سؤال بقى عن مستوى الشخصي. اتفضل يا حبيبي. امتى هتاخد حقك في التدريب المصري؟ اظن السؤال ده اتسالك كتير. انا عارف انت راجل قنوع وشخصيه محترمه، الله يخليك، شخصيه قياديه وبتعرف تتعامل مع اللاعب كويس جدا، وانا سمعت كام حاجه كده اتكلمت فيها، لازم الناشئ يهتم بدروسه ويهتم بمذاكرته بالتغذيه والتاسيس في على المستوى بتاع الناشئين في البدايه، كل دي عوامل اكيد طبعا الكابتن ربيع نبع، ودي اسس ما حدش بيتكلم فيها كتير، اكيد عشان تعمل الحاجات دي لازم تنجح. ان شاء الله يا كابتن انا بتمنى لك التوفيق، شكرك، فرقه محترمه مع جهازك المحترم، ان شاء الله باذن الله ربنا يوفقك اللي جاي ان شاء الله يا كابتن، تعمل حاجه كويسه. شاكرين لك يا كابتن سمير، شاكرين لحضرتك يا فندم، شكرا كابتن سمير. كابتن سمير كمونه خدنا في سكه تانية خالص، سؤال انا كنت عايز اخليه لاخر الحلقه، بس الكابتن سمير هو اللي خلاني اساله لحضرتك دلوقتي. كابتن ربيع ياسين رغم نجاحاته الكبيره قوي في مجال التدريب، فين الكابتن ربيع من النادي الاهلي بيته الحقيقي؟ ان شاء الله لما ربنا يريد ابقى في النادي الاهلي، ده بيتناول اللي بينتمي الكيان ما في صرف النظر موجوده مش موجوده، انا بنتمي الكيان كبير جدا ورئيس النادي الاهلي وكابتن النادي الاهلي سابقا يعني، ومن اكثر لعيبه لعبه النادي الاهلي، فكله بامر الله وتوفيقه ان شاء الله، وهيجي الوقت اللي همرن فيه باذن الله تعالى، المهم النادي يبقى ماشي ويسعد جمهوره ويحقق البطولات، وكلنا كاسره واحده بنحب بعض ومترابطين جدا، ويهمنا مصلحه الكيان ويبقى في المقدمه، وان شاء الله في الوقت المناسب ابقى موجود في النادي الاهلي باذن الله تعالى. كابتن ربيع، حابب اسال حضرتك عن الاستثمار الرياضي في مصر. حضرتك دلوقتي شايف الاكاديميات اصبحت سبوبه،
اصبحت النهارده الاكاديميات بتستغل اسماء النجوم الكبار، امثال ناس مش عايزين نذكر اسماء بعينها يعني، اصبحت هي مجرد سلعه. راي حضرتك ايه في الاكاديميات وفي الاكاديميات الايجابيه؟ مفيش المفيده طبعا اللي بتفيد الولد، لازم توسع القاعده، في وجود عدد كبير جدا من الناشئين والبراعم على مستوى الجمهوريه كلها، دي مهمه جدا على مستوى مصر كلها، ما ينفعش ان تبقى انديه لان العدد كبير جدا، وفي نفس الوقت الاكاديميات دي ممكن تعمل اضافه قويه جدا في الاختيارات، في المواهب، في المهاره، في المنتخبات، تبقى قويه قويه للانديه كمان، ممتده للانديه. فالاكاديميات اللي فيها ايجابيات فيها شغل، فيها مدربين، فيها اداره واعيه، فيها نظام، فيها امانه، فيها احترام، فيها ادب، فيها سلوكيات، فيها اخلاقيات، فيها فنيات، فيها فنيات للولد النهارده لما يجي من المدرسه ويروح يستريح شويه وبعدين يروح التمرين جنب البيت وبعدين يرجع يذاكر وبعدين ينام، دي حاجه كويسه جدا. فلما الاكاديميات اللي فيها تعليم ايجابي انا برحب بيها، انما الاكاديميات اللي فيها تجاره وفيها اي حاجه في اي حاجه لا انا برفضها تماما يعني. رأيك يا كابتن ناخد فاصل صغير كده ونرجع تاني؟ اتفضل. رجعنا لكم من تاني مع الكابتن ربيع ياسين. اهلا كابتن. اهلا بحضرتك. كابتن ربيع، عندي سؤال استوقفني ولي امر لاعب اتصل عليا اتصال هاتفي. كان بيكلمني عن الاستغنات والاصابات اللي بتحصل للعيبه في مراحل الناشئين. واللعيبه بتلاقي نفسها في الشارع. مفيش اي ضمانات ومفيش اي حقوق للاعب في مراحل قطاع الناشئين. ازاي نضمن حق اللاعب او الناشئ من غدر الانديه؟ لا، اول ولد طبعا حسب النادي وقوه النادي في ادارته مفيش كلام، وفي نظام وفي امانته وفي عمله طبعا. الولد بدل تأيد في النادي بيبقى خلاص ملزم من النادي في كل حاجه. ما ينفعش النهارده هو انت ليك حق في فتره انك تبقى ناشئ او تحت في براعم يعني ان انت تتقيم فنيا، ممكن في نهايه السنه اقول لك انت معايا او مش معايا. مظبوط. لو انت مستواك الفني مش بيزيد، ما بتطورش نفسك، مش كويس فنيا يعني اللي اقصده، فدي لك الحريه فيها كنادي زي ما بيحصل في كل الانديه. تمام. حتى على مستوى الفريق الكبير. انما في طبعا عقود، اللعيب الولد اللي بعد 18 سنه وبيطلع فريق بيبقى في عقود موجوده، ما يطلعش الفريق الاول الا ما يعمل عقد معاه. زائد انه بيمضي على الثماره، وفي نفس الوقت زي ما قلت حياتك هو حسب قوه النادي واسم النادي وامانه وشغل النادي وادارياته. الولد الصغير لازم يكون فيه امينه، لازم نعامله كويس احسن معامله، حتى لو خرج من النادي يخرج بمعروف، يخرج باحترام، يخرج بادب، يخرج بتوجيه. دول ناشئين ودول في نفس الوقت شباب ناشئين، يعني في شباب وفي ناشئين وفي براعم، دي الشغل مع الصغيرين يعني. فدول المستقبل برضه، لازم نعملهم احسن من كده ونبقى في ظهرهم ونديهم فرصه واثنين وثلاثه واربعه وخمسه، عشان الرياضه مهمه جدا. الرياضه وجه حضاري لشعوب كتيره جدا. طيب. ممكن تعمل لنا اضافه في حاجات كتيره، في الهدوء، في السلوكيات، في الانتماء للوطن. مهم جدا ان نغرس في الولد حتى في المدارس، يعني مش مدارس ويبقى برضه في الانديه، انتماء للوطن، حب الوطن، الحاجات دي كلها مهمه جدا باذن الله تعالى. عشان كده بقول دايما نهتم حتى لو ما فيش نصيب في استمرار ولد مع نادي، لازم يكون باحترام وادب وباخلاقات عاليه جدا. لكن يا كابتن ما فيش ضمانه اللي هي بتدي للعيب وهو في مراحل قطاع الناشئين ان هو لو النادي استغنى عنه اللعيب ده يعني بيبقى النادي سابه لاصابه، سابه اتعرض لاصابه فالنادي لا استغنى عنه. لا، فرق بين اصابه فرق بين فنيات. اصابه بيتعالج وبيبقى موجود في النادي لانه لعيب مهم ولعيب كويس، انما قصدي لو فنيات، الفيصل بينك وبين اي لاعب هو الملعب. فاصل فنيات انت النادي لو حر، افرض مثلا هو يعني جالي ولد مثلا في الباك ليفت احسن من الباك ليفت من عندي وامهر وافضل واخد، والباك ليفت ده ما بيزيدش وفوت مستواه، لكن له الحق ان انا اقول له تعالى بالمعروف وبالاحترام والادب. انما اصابه لا، الاصابه لازم النادي يعالج اللعيب اصابه، مفيش حاجه اسمها اصابه اقول له مع الف سلامه، لا ده في كيان وفي احترام وفي، وزي ما قلت الاولاد الصغيرين دول محتاجين ان احنا نبقى في ظهرهم ونديهم دفعات، لان دول المستقبل، دول اللي هيقودوا الوطن باذن الله تعالى، فلازم يكونوا على امثل وافضل ما يكونوا باذن الله تعالى. طب ايه رايك يا كابتن انت حضرتك تستقبل المكالمه دي وتقول الو؟ ماشي. الو. ايوه. الو، اهلا وسهلا كابتن ربيع، ازيك؟ الله يخليك، ازي صحتك؟ اهلا بيك يا حبيبي، اهلا بيك. معايا ومع حضرتك كابتن اسامه خليل. يعني الكابتن اسامه خليل. كابتن اسامه، ازي حضرتك كابتن؟ ازي كابتن؟ ازيك يا حبيبي؟ وحشنا كتير، ازي حضرتك كابتن؟ كتير. منور الدنيا وسعيد جدا، طمنت على حضرتك النهارده والله. الله يخليك، الله يخليك، الله يخليك. الله يخليك كابتن اسامه خليل نجم. الله يخليك كابتن، الله يخليك كابتن. ان شاء الله باذن الله. كابتن الله يخليك. الكابتن اسامه خليل نجم نادي الاسماعيلي والمنتخب المصري السابق. كابتن اسامه، كان في تجربه لحضرتك انا كنت حابب اسال حضرتك فيها، كان في تجربه لحضرتك قبل كده في انتخابات اتحاد الكره المصري. اكيد كان عند حضرتك رؤيه للكره المصريه بشكل عام. ايه الرؤيه اللي حضرتك بالنسبه لحضرتك في قطاع الناشئين؟ يعني انا حابب لو ناخد من حضرتك نصيحه، احنا برنامجنا عن قطاع الناشئين.
ايه الرؤيه اللي ممكن الكابتن اسامه خليل يقولها لنا بالنسبه لقطاع الناشئين؟ لا لا اهلا بيك طبعا. ربنا يخلي حضرتك يا فندم. لا شوف حضرتك، هي مساله انتخابات اتحاد الكوره، انا كنت داخل لهدف، هدف هو تحريك المياه الراكده اللي في اتحاد الكوره، والكلام ده انا بداته من 2008 لما طلع حكم محكمه القضاء الاداري باستبعاد الله يرحمه كابتن سمير زاهر من رئاسه الاتحاد، وبعدين ده كان 2008، وبعدين 2012 استبعاد هاني ابو ريده للتحايل على اللوائح والقوانين، لانه كان اخذ مدتين متتاليتين وكان عايز ياخذ مده ثالثه. فكان انا وجودي في مصر في الوقت ده كان لهدف تحريك المياه الراكده، والحمد لله يعني انا نجحت ان انا احرك فعلا المياه الراكده، بدليل بعد كده الدنيا كلها اتكشفت للناس، وواضح جدا جدا ما حدث في الكره المصريه في الفتره الاخيره، وما اعقبها من يعني للاسف الشديد تدني في المستوى، سواء على مستويات الناشئين والاشبال او في الفريق الاول. فكان القرار الحكيم السليم استبعاد اتحاد الكره، لان للاسف الشديد كان مشارك اساسي في تدهور الكره المصريه. ده بصفه عامه يعني مساله ان انا برد على حضرتك بالنسبه للانتخابات اتحاد الكره كان لهدف تحريك المياه الراكده، وليس لهدف ان انا عايز ادخل الانتخابات، انت عارف، لان او ابقى رئيس الاتحاد الناس كلها عارفه انا معظم السنه خارج مصر. الحقيقة. لكن كان في هدف يعني اسمى بالنسبه لي، وهو تحريك المياه الراكده، والناس تعرف ايه اللي بيدور في الجبلية. طبعا بالنسبه للناشئين يعني انا كانت عندي رؤيه، وانا سعيد بوجود كابتن ربيع معاك حقيقه، لان كابتن ربيع فعلا من المدربين اللي انا اتصور ان لو اخذ فرصته كامله، لان هو الراجل مؤدب شويه، فادبه الزياده عن اللزوم ده مع اتحاد الجبلايه يعني الى حد ما يعني عايز اقول ان هو بيثبت كفاءته وجدارته باسلوبه، لكن انا اتصور ان كابتن ربيع ممكن يكون في مكانه احسن واقوى بكثير حاليا. وانا في تصوري ان قطاع الناشئين والاشبال في الكره المصريه فعلا في مرحله حرجه جدا، وانا عايز ابتديها من الانديه. لما نيجي نتكلم على مستوى الانديه، ومثلا هاخد مثال النادي الاهلي. النادي الاهلي بيصرف فلوس كثيره جدا على قطاع الناشئين، ولما تيجي تبص المحصله العامه في نهايه طلع من الولاد الصغار اللي هم الناشئين او الاشبال يلعب في الفريق الاول او ياخد فرصه اللعب في الفريق الاول، هتجد ان النسبه ضئيله جدا. ليه؟ لانهم بيعتمدوا اساسا على المدرب اللي هو عايز لاعب جاهز، واللاعب الجاهز بيبقى لاعب بفلوس محترف، سواء كان افريقي او سواء كان يعني من اي بلد اخر. فانا اتصور ان دي مشكله اساسيه في الكره المصريه حاليا، تبتدي من قطاع الناشئين والاشبال، عدم الاهتمام فيه لاعطاء الفرص. كلنا طلعنا في الانديه بتاعتنا، يعني اذا كده كانت وشبه في النادي الاهلي اخذ فرصته، بدا يلعب في الفريق الاول. اسامه خليل نفس الحكايه، ناشئ وشبل في الاسماعيلي اخذ فرصته لعب في الفريق الاول، وهكذا كلنا كده حقيقه. فانا اتصور ان وجود نظريه الاحتراف الغير مقنن وليس باسلوب يتفق مع طموحات اللاعبين الصغار، انا اتصور ان دي مشكله كبيره جدا لعدم وجود الكفاءات الكبيرة اللي ممكن يعتمد عليها وتخريج مواهب كبيرة. أتصور الموهبة مش من السهل إيجادها، ولكن إذا أعطيتها الفرصة فتتأقلم، وأيضا أتصور إنها تنجح. لكن إزاي تديها فرصة وهم حقيقة مهمشين ومهملين في الأندية؟ دي نقطة في غاية الأندية. اجي بعد كده هوت للمرحله الاقل، وهي مراحل مدارس الكره. وللاسف الشديد مدارس الكره في الانديه المصريه بتستخدم للربح المادي وليس لاكتشاف المواهب الصغيره. يعني بمعنى اللي معاه فلوس هو اللي بيودي ابنه للمدرسه ومدرسه الكره، لكن تعلم ان معظم لعيبه الكره في مصر من اسر فقيره، وبالتالي احنا كده
للأسف بنلغي فكرة إن يبقى في موهبة صغيرة ممكن تكتشفها وهو عنده 10 سنين 11 سنة 12 سنة حتى 13 سنة. كابتن أسامة خليل أكيد موسوعة كروية كبيرة، أكيد يا كابتن أسامة لازم تبقى معانا في حلقة إن شاء الله. لا لا احنا لازم لازم الكابتن اسامه خليل لازم يبقى معانا في حلقه، واحنا على الهوا كده بناخد من الكابتن اسامه خليل وعد انه يبقى معانا في برنامج صرخه ناشئ. منورت برنامج صرخه ناشئ كابتن اسامه، متشكرين لذوقك يا فندم. تحياتي لكابتن ربيع وان شاء الله ربنا يوفقه باذن الله في مهنته. كابتن اسامه خليل نجم نادي الاسماعيلي والمنتخب المصري. نرجع يا كابتن ربيع. كابتن ربيع من كلام الكابتن اسامه انا جاني سؤال كنت حابب اسال حضرتك ليه. احنا عندنا الانتخابات في الانديه بيبقى اصبح فيها دلوقتي بالنسبه لانتخابات الانديه باعضاء والجمعيات العموميه بيبقى فيه تسديد فواتير بشكل يعني مباشر، ان ابناء اعضاء الجمعيات العموميه بيلعبوا في الانديه في قطاعات الناشئين بتاعه الانديه من غير ما احنا ما بقيناش بنبص على الموهبه، خلاص ركننا الموهبه وبقينا بنسدد فواتير انتخابات في بعض الانديه. ايه راي حضرتك في الظاهره دي؟ لا انا ماليش دعوه بموضوع الجمعيه العموميه، يعني الولد صغير بيثبت وجوده في الملعب، اكيد من الكوره ما فيهاش مجامله، ومجامله في تمرين، مجامله في تمرينتين، ومجامله في ان يبقى، انما ما فيش مجاملات في الكوره. الولد الكويس اللي بيثبت ذاته وبيثبت فنياته وعنده هو اللي يبقى موجود في، انما موضوع الجمعيه ده ماليش دعوه بيه خالص. ما فيش يعني انا بتكلم على شغل قطاع الناشئين، ان هو بيجي لك ولد بتختبره، بتعمل اختبارات سنويه، بتشوف بتلف المحافظات بتختار، انا على اساس المنتخب بختار ليها اسس، بختار عليها اللعيب اللي نقدر يبقى دولي يواجه، فده اللي موجود يعني. انما ممكن يبقى مجامله في تمرين، انما مجامله في تأييد بيبقى صعب جدا. ما ينفعش تبقى حضرتك معانا المدير الفني المنتخب 2001 تحت 17 سنه وما نتكلمش عن منتخب مصر تحت 17 سنه. حابين نعرف من حضرتك منتخب 2001 ان شاء الله استعداداته ايه المرحله اللي جايه؟ عندنا بامر الله تعالى اول ماتش رسمي بمشيئه الله تعالى في 5/2020 ان شاء الله تعالى. احنا بدانا التجمع من شهر 9/2018، ختمته في شهر 4 كان في بطوله شمال افريقيا في اسكندريه، كان فيها تنزانيا وكينيا والجزائر والمغرب ومصر. وبعدين التجمع خد وراحه كبيره جدا طبعا، ما انا كنت ضد الراحه ان اللعيب ياخد 100 يوم راحه، عندنا كتيره جدا جدا، كان صعب. ان انا رجعنا في شهر 9 عملت معسكر في 9 و10 اللي فات ده، انا بلعب دلوقتي حاليا مع السن الكبير، فماشي بتدرج، ودي المرحله المهمه جدا اللي هي قربت على التصفيات، مرحله الخبرات والاضافات الايجابيه اللي لازم بشتغل عليها مع الولد في ايه، في تجهيزه بقى بدنيا ومهاريا وخططيا، زي الصفات الاراديه، شخصيه اللاعب الدولي. بدات ان انا بقى لازم اصنع شخصيه، لان الشخصيه بتبقى محتاجه شغل كتير جدا، ومحتاجه محاضرات، ومحتاجه صبح وبعد ظهر، ومحتاجه حاجه تغذيه سليمه، محتاجه كل حاجه يعني. فبشتغل، عندنا معسكر ان شاء الله في 2011 سفر لتونس، من 2011 ل 29 عندنا بطوله شمال افريقيا باذن الله تعالى تبقى في تونس في المده دي، وبعد كده بنشوف بقى كل شهر بجمع 10 ايام ان شاء الله تعالى، بنعمل ماتشات وديه وربنا يعيننا ان شاء الله. كابتن ربيع المده الزمنيه لتكوين منتخب 2001 يعني خدت من حضرتك وقت قد ايه؟ هو انا بحسبها والمفروض المده تبقى اكبر من كده واكتر من كده. لو بصيت ان احنا اشتغلنا اول معسكر عندنا كان شهر 10/2018، 10 و11 و12 دول 10 10 30 يوم، ادي شهر تمام. شهر في 2018، وتيجي النهارده احنا في 2019 في شهر 11، بعد كده لحد 4 10 ايام و10 ايام لحد 4 ادي 40 يوم، و20 ادي 60 يوم. انا بحسبها بالايام، يعني الناس بتقول لك ده باقي سنتين، لا ده بالايام اللي انا باخدها، باخد 60 يوم 60 يوم، وادي 20 يوم، ادي 80 يوم 80 يوم، وبعد كده في السنه الجديده احسب مثلا عندك 40 يوم و80، حوالي 120 130 يوم اللي بصنع فيها لاعب دولي. المفروض المسافه تبقى اكبر والمده اكبر من كده، لان انا بغير الولد خالص. سيبك من دوري الجمهوريه، سيبك ان انا اولا بلعب مع السن الكبير، سن كبير ده محتاج شغل كتير جدا، ومحتاج ان انا اعالج سلبياته وايجابياته. عنده ايجابيات خلاص بناكدها وبندفعه بيها، سلبيات طبعا اكيد بيبقى في سلبيات كتير جدا، في شغل فني، في خطه، في طريقه، في خد بالك في سير مباراه، في فنيات. فالمده يعني انا باخدت منتخب قبل كده 93 94 قعدت معاه فتره كبيره، وده نفعني في الماتشات الوديه، فاشتغلت كتير جدا وسافرت وعملت ماتشات. يعني احنا في فتره الماتشات الوديه الافريقيه هم كام؟ 3 ماتشات، ماتش مع الجزائر وماتش مع المغرب وماتش مع كينيا وماتش مع تنزانيا، 4 ماتشات، والباقي كله ممتاز به،
بالك، واللي بلاقيه، لان ممكن برضه متسبي بيلعب اثنين حسب الظروف يعني. فبنشتغل معاهم، المفروض المده تبقى اقوى افضل كتيره عشان تقدر تاخد اللي انت عاوزه، لان الولد بيحتاج شرح كتير جدا وبيحتاج ملعب كتير جدا، فده اللي لازم يبقى موجود. فاحنا ده شغالين على كده، وتصفياتنا في شهر 5 2020 ان شاء الله تعالى. كابتن ربيع، توليت الاشراف على 3 منتخبات مصريه، ايه اكتر منتخب اثر في كابتن ربيع ياسين شخصيا وهو اثر فيهم؟ هو انا مسكت 89 90 وسبته للمدرب الاجنبي اللي جه، كان عندنا كاس عالم 2009 في مصر، مسكت 93 94 طبعا. ده معايا ذكريات رائعه، عملت جيل كويس جدا، جيل طبعا معروف وموجود بقوه على الساحه، حققنا كاس افريقيا، حققنا العلامه الكامله في بطوله قويه جدا كان فيها، يعني لما قابل غانا مرتين واكسبها، وقابل الجزائر في وسط 30,000 واكسبها، ولما قابل نيجيريا اكسبها، لما قابل، يعني بطوله قويه جدا طبعا، وجيل رائع ما فيش كلام. فدي الجيل ده بعتز بيه، والبطوله بعتز بيها، ما ينفعش لما يعني، فبطوله بعتز بيها جدا، واعتقد ان هي دي اللي انا بعتز بيها لانها تفضل لحد العمر يعني. في حقيقة. نجم حضرتك كنت متوقع ان هو من قطاع الناشئين، وانت في المنتخبات المصريه المختلفه كنت شايف انه ده هيبقى في يوم من الايام حاجه كبيره قوي، وما حصلش والعكس يعني. كان حد انت شايفه ان هو لعيب يعني مش فت بلغه الكوره، بس اشتغل على نفسه واثبت نفسه ووصل لمرحله حضرتك ما كنتش متوقعها؟ لا هو طبعا يعني، بص اصل انا بمرن عدد كبير جدا، لما بمرن امسك منتخب بلف في مصر كلها يعني. انا رحت المنيا، جمعت المحافظات في المنيا، ورحت البحر الاحمر، جمعت المحافظات بتاع الجنوب الصعيد هناك، ورحت الدقهليه جمعت، ورحت القاهره والجيزه هنا، جمعت 6 محافظات اشتغلت عليهم، العدد كتير جدا حسبها في 3 منتخبات. فلما بشوف الافات اللعيبه، فطبعا اللعيب هي، وبص التوفيق الله سبحانه وتعالى، التوفيق مهم جدا، والتعامل مهم جدا، وان راحه الولد مهم جدا، والاداره لما تعامل الولد يعني، في ادارات، بعض الادارات، في ولد مثلا جالي من نادي ما فيش زحزح، قال لي يا كابتن الولد ده شفته كويس، الولد ده شفته كويس، انت بدور عليه انت فين؟ قال اصل النادي مش عاوز يعالجه. فانا رحت بعته للدكتور، وقفت جنبه وسندته، واتصلت بالنادي بتاعه، اتصلت برئيس النادي، قلت له ازاي؟ قال لا والله شوف يعني، خد بالك فممكن ده يبطل، هو اساسا لعيب كويس، والعكس. فهي توفيق الله سبحانه وتعالى، ثم اداره النادي لما بتهتم وتعمل مرتب للولاد وتغذيه كويس وتهتم بيه وتجيب له مدرب كويس مع موهبته ومهارته واجتهاده وتركيزه والتزامه واصراره وارادته، يبقى نجم كبير ان شاء الله تعالى. النهارده يا كابتن، بقت في الدوري البراعم والقطاعات بنشوف ان اكاديميات، يعني عايز اقول باللغه العاميه كده، بتشتري بعض الانديه وبتلعب في دوري البراعم، بنلاقي نتائج غريبه. يعني نلاقي مثلا المقاولين العرب يكسب ماتش 9-0، ونلاقي وادي دجله يكسب 11-0. الدوريات دي قادره ان هي تطلع منتخب قوي في قطاعات الناشئين؟ لا، هو طبعا كل واحد حسب اجتهاد وشغل وفكر وفلسفه المدير الفني اللي بيختاره اتحاد الكوره عشان يعمل منتخب. فالمدرب طبعا بيقدم برنامج قوي جدا في عدد الشهور اللي بيقعد فيها ويتعاقد فيها مع انا قاعد موسمين، انا قاعد 3 مواسم، انا قاعد بعدد، انا بعمل ايه؟ بحياتك. فالجانب التنظيمي الاداري والفني مهم جدا لثقل اللاعب، فدي مع الاختيارات ومع البطولات المناطق بقى والقطاعات، فانت بتختار اللعيب زائد اختيارك اللعيب، وانت بتعمل له برنامج قوي جدا في تجارب بقى في الداخل والخارج، معسكرات في الداخل والخارج، في صناعه لاعب. فاللي اقصده ان هو انت بتعتمد على دوري الجمهوريه، هو الاصل، الجمهوريه اللي فيه 18 نادي، اللي فيه 18 نادي متوازن ممتاز، بعد كده بتلف انت بقى وتشوف، بتعتمد اعتماد عليه. فده توفيق الله ثم الاجتهاد، وخد بال حياتك، وفي نفس الوقت البرامج اللي بتعملها، وزي ما قلت مصر مليانه بالمواهب الكويسه، بس الوقت عامل الوقت ممكن بامر الله تعالى. فممكن يكون الاكاديميات دي بتعمل اضافه في العدد الكبير، بدل ما تشوف 700 تشوف 1000، فبتعمل اضافه، وكل واحد حسب قدراته وحسب اجتهاده وحسب اللعيب اللي بيعطر فيه يعني، وبعدين بيغير بقى ويشتغل معاه، الشغل الكتير من هنا اللاعب بيتغير وبحاجه ثانيه ان شاء الله. فاصل صغير يا كابتن ربيع، ونرجع لحضرتك تاني. نكون من جديد مع الكابتن ربيع ياسين. كابتن ربيع ياسين، عندي سؤال عن فنيات شويه. دلوقتي بقينا بنشوف في مراحل البراعم وقطاعات الناشئين الملعب بيتلعب فيه جزء صغير من الملعب. اللعيبه الصغيره دي لما بيتم تصعيدها لدوري القطاعات بتتوه في المراكز اللي هي كل واحد ما بيبقاش عارف مركزه فين في الملعب. المعضله دي نحلها ازاي؟ هو انت بتتدارك مع اللاعب طبعا، مش كلام، وفي اعمار ما تقدرش تفتح اللي عليها الملعب كله 11 ضد 11، في 7 حسب العمر يعني، وحسب المسابقه والمنطقه، ده مهم جدا. الولد طبعا انت يعني بتبتدي معاه واحده واحده لحد ما تعوده، ودي وظيفه المدرب،
وظيفة المدرب إن هو الولد بيعوده على مركزه، بيختار له مركزه طبعا، وفي نفس الوقت إمتى بقى يفتح له الملعب وإمتى ينظم الملعب وإمتى بقى يعرفه التلات تلات. عشان كده قلت إن القصة كبيرة جدا في صناعة اللاعب. عشان كده بقول اختيار المدرب مهم جدا. المدرب من هنا، المدرب الشاطر الكويس بيقدر يوظف الولد الأول، وبعدين بيفتح له الملعب ويقفل له الملعب ويخطط له الملعب وينظم له الملعب ويعمل له بقى الشكل بقى اللي المفروض مطلوب منه. وظيفته كباك ليفت، وظيفته كباك رايت، وظيفته ديفندر، بيعمل الرصه النظاميه الهجوميه والدفاعيه مع فتحان الملعب، وفتحان الملعب في الوقت المناسب اكيد. فده جانب بيحتاج قوه كبير جدا، ومع تقدم العمر للولد وانه بيكبر بينضج وبيفهم واجباته، ودي التكرارات الكتيره اللي المدرب لازم يشتغل عليها، لازم يفرجه على نفسه، لازم يفرجه برضه على مثل اعلى ليه بالنسبه للفرقه الكبيره اللي في اوروبا، ولازم ينظم له اموره، ولازم في الملعب يحفظه ويكرر له كتير جدا. فالملعب الكبير ان شاء الله في وقت مناسب، وفي نفس الوقت دي وظيفه المدرب ان هو يعمل جانب تنظيمي فني شكلي بالنسبه للطريقه، طريقته مثلا بيلعب الولد بيعود الولد على 4 2 3 1 ولا 4 4 2 ولا 4 4 1 1 ولا 3 5 2 ولا 3 4 3، فدي بتاعت المدير الفني. فالمدير الفني من هنا الكفء بيقدر ينظم الولد وبيخليه يجري في مساحته وياخد شكل رائع بالنسبه للفرقه اللي بيدربها. لو صدر لينا قرار دلوقتي واحنا على الهواء مع الكابتن ربيع ياسين ان الكابتن ربيع ياسين يبقى المسؤول الاول عن الرياضه المصريه، ايه اول قرار الكابتن ربيع ياخده لصالح الكره المصريه؟ لا، هو احنا عندنا وزير شباب راجل رائع وكويس جدا وانسان محترم جدا وبيشتغل وبيحاول وبيروح الانديه وفي بحري وفي ابلي وفي هنا كتير يعني. لا، هو في حاجات كتيره جدا ما فيش شك ان الواحد نفسه يشوفها. اولا الاهتمام بقطاعات الناشئين في انديه مصر كلها، الاهتمام بالامكانيات نفسها لازم تتوفر للانديه. في انديه امكانياتها ضعيفه جدا، الموضوع مش موضوع ملعب بس، موضوع ان انت ولد بتشوف النهارده بتراي كويس جدا وتعمل له مسابقات على اعلى مستوى وتعمل له تدريبات على اعلى مستوى، تختار له مدربين وتعمل له اجر لازم يبقى هو، وتوفر له ملابس وتوفر له تغذيه وتوفر له سبل راحه مواصلات، دي مهمه جدا. فالدوريات تبقى مهمه قويه جدا منتظمه جدا، المساعدات الماليه للانديه دي مهمه جدا برضو، الاهتمام بالملاعب، الاهتمام بالملاعب ده مهم جدا. احنا طلعنا عشان كان في ملاعب في المدرسه، عشان كان في ملاعب في مراكز الشباب، الملاعب النهارده معظمها اتضايق عشان بنوا فصول مكانه. في حاجات كتيره جدا زي دوري المدارس ده مهم جدا، دوري المدارس بيبرز لعيبه كتيره جدا، والاكاديميات تتعمل لها نظام مثالي، والانديه بالنسبه للانديه برضه مسابقات المناطق تعمل لها نظام مثالي على اعلى مستوى، ده مهم جدا. انا احب النظام لان هو النظام هو اللي هيوصلنا اللي احنا عاوزينه، النظام الاداري الاول ثم بعد كده الفنيات، الفنيات هتيجي بفضل الله ثم النظام الاداري رقم واحد وبعد كده فنياتنا. الانتشار، الدورات اللي على مستوى الدورات الثقافيه، لازم الولد يبقى ليه دور ثقافي مهم جدا يعلمه، الولد لازم يشرح ولازم يقوم ولازم يسال ولازم يجاوب ولازم هو يقول انا عملت ايه، وظيفتي ايه، مطلوب مني ايه. الدورات برضه اهتمام بالدورات الاوروبيه لثقافه المدربين وزياده المعلومات. حلقه واحده مع حضرتك يا كابتن ربيع مش هتكفينا والله بجد، احنا حابين ان احنا يعني حلقه واحده مع حضرتك مش هتكفينا لنتكلم عن الكره المصريه وعن الناشئين في الكره المصريه. وعد من حضرتك ان شاء الله ان انت تزورنا في حلقات تانية كتير باذن الله. حابين من حضرتك ان انت تمضينا على الكره دي تيشيرت منتخب مصر. لا اتفضل يا كابتن. شكرا كابتن على تيشيرت منتخب مصر برضو يا فندم. اتفضل يا كابتن اتفضل. الشكر والتقدير لأسرتك برسالك، شاكرين لمجيتك النهارده كابتن ربيع، ونشكر حضرتك على وقتك الرياضي بقناة الصحة والجمال. الصحة والجمال.
ربيع. احنا بنعتذر لكل الناس اللي كانت حابه تخش معانا في مداخلات هاتفيه لوقت لضيق وقت البرنامج. اوعدكم ان شاء الله ان احنا في حلقات جايه كتير نبقى نتلقى اتصالاتكم. متشكرين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.